تدريب بالتنسيق مع معهد التدريب النسوي ومكافحة آفة المخدرات والابتزاز الإلكتروني يتطلب دور المرأة في المجتمع ثقة في النفس وسمو في الطموح والأفكار بالإضافة إلى المبادرة والمواظبة والرغبة الكاملة في العمل والإنجاز والإبداع. فالمرأة هي الأم والقائد والقادرة على تربية شباب وشابات المجتمع تربية طيبة، وهي الأكثر تأثيراً فيهم وسامية في نجاتهم. لذا يعد دور المرأة من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيراً في المجتمع، وقد أثبتت المرأة في الوقت الحاضر أنها تستطيع أن تتكيف مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. تضمن حضور العديد من الضباط والضابطات للعمل في وزارة الداخلية وكذلك الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين، وتطرق الموضوع على الكثير من المحاور التي تخص عمل دور عمل المرأة في وزارة الداخلية هي وتطورها في الميدان، ونشاطات قسم حماية الأسرة وشؤون المرأة في وزارة الداخلية في الميدان، والكثير من النشاطات والحملات التوعوية في المدارس والمستشفيات والمعاهد والجامعات للحد من مخاطر العنف الأسري. دور المرأة في وزارة الداخلية وأهمية دورها بعد 2003، كون هذه التجربة كانت حديثة العهد في مجتمعنا العراقي، إلا أنها برزت بشكل واضح وظهرت نتائجها الملموسة والناجحة على مستوى العراق بشكل عام من خلال تواجد النساء في كافة مفاصل وزارة الداخلية وعملهم بكافة، يعني نقدر نقول رتبهم ومفاصلهم من ضابطات إلى منتسبات وموظفات مدنية. هذه الكلمة اللي حطوها إن الجماعة جبرونا بأنه إحنا لازم المرأة لها دور كبير في بناء المجتمع وحفظ التنبيه الضابط أو المنتسب أو الموظف الداخلية. فاهتمام السيد معالي وزير الداخلية في إنشاء وإلى وكالة الشرطة اللي هي أكبر وكالة في مثل ما ذكر الأخ الدكتور سعد في المجتمع، كان لنا دور داعم وكبير حتى وصل المرحلة بقسم الأسرة الطفل الأخ العميد علي ندخل تكون حلها من قبل قسم الأسرة والطفل في وزارة في وزارة الداخلية. لها دور كبير في الدلج صنعة في وزارة الداخلية. كذلك نتمنى على كل الموضوع اللي ردنا نوصل للحضور الكرام، فأهلا وسهلا بكم إن شاء الله، والله يوفق الجميع.